المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في البلاد خلال عام 2016 وسط حضور عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين في موريتانيا. وقال رئيس المرصد عبد الله البيان إن العبودية لا يزال لها وجود في موريتانيا، لكن الأبرز هو مخلفات الاسترقاق التي قال إنها تشمل مجالات مختلفة من بينها التمييز والجهل والفقر. طبعا العبودية لا زالت ممارسة، تغيب حقيقة أرقام دقيقة لهذه الظاهرة، حجم هذه الظاهرة، إلا أن الأبرز لا زال هو مخلفات قرون الاسترقاق الطويلة، مخلفاتها على هذه الشريحة، مخلفاتها الكبيرة التي تتضح في جميع المجالات، مخلفات قرون ناتجة عن الجهل والتمييز العنصري وعن الفقر كذلك. وأكد البيان أن التعذيب لا يزال منتشرا، وكذا المعاملات غير الإنسانية، رغم أن موريتانيا صادقت على قانون لمناهضة التعذيب، كما أنشأت آلية وطنية للوقاية من التعذيب. التعذيب والمعاملات غير الإنسانية، موريتانيا صادقت على قانون مناهض للتعذيب في أغسطس 2015، أنشأت العام الماضي، هذا العام الذي نتحدث عنه، أنشأت آلية وطنية للوقاية من التعذيب، لكن مع ذلك لا زال التعذيب مستمرا منتشرا داخل البلاد، بل إن المنظمة لاحظت أنه برز خلال السنة الماضية أكثر من السنة التي قبلها على الرغم من وجود هذه المؤسسات. وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على عدد من مشاريع القوانين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من ضمنها مشروع قانون يجرم الاسترقاق وآخر يناهض التعذيب، كما أنشأت محاكم خاصة بالاسترقاق. وتقول إنها تسعى للنهوض بواقع حقوق الإنسان في البلاد على المستويين التشريعي والقانوني، وكذا على مستوى التطبيق والممارسة.